في عائلتك، في خدمتك، بين أصحابك، أكيد تعرف شكون مرض. هذا كان مش أنت يا مرض وشديت الفرش وعديتها بالدواء والتزانة. ما تخافش، ما هيش أمراض خطيرة وما هيش فيروسات جديدة. إيجا نفهمك. عامين التالي خلينا نقوله لكلنا مرضنا بالكورونا، الفيروس هذا اللي استفحل وطغى على الفيروسات الكل اللي كنا نمرضوا بهم ونبراو وما نفيقوش برواحنا وما نباركزوا معهم. أي سيدي، بحكم خوفنا من الكورونا والإجراءات الوقائية اللي خذيناها، لبسنا بافيت، غسلنا يدينا عشرات المرات، لا عاد نبوسو، لا نعنقو، لا دزني، لا ندزك. الفيروسات العادية وقتها لا حول ولا قوة لها، عادي ما لقاتش منين تدخل لنا. بالعربية قاعدة تتفرج في كورونا عاملة شاطح باطح. أما توا أجسادنا استاست فيروس كورونا واللي هو بيدو ضعف شوية، وجهاز المناعة متاعنا ولا يعرف كيفاش يهاجمو ويتعامل معاه. الفيروسات الأخرى حلالها الجو، ورجعت تصول وتجول بيناتنا على خاطر جهاز المناعة متاعنا انسيها شوية. انت ما هو كان ليه في كورونا؟ على هذيك المدة هذي كيف تمرض تحسها مرضى متاع فم، لدرجة انك تقول عمري ما مرضت هكا. ليه يا سيدي؟ انت مرضت بالفيروسات هذوما وكانوا يمروا علينا مرور الكرام، من با تفيق بروحك ولا تاخو شوية هكا دويات تيزانة كعبة قارس شوية فيتامين سي وترجع تخدم وتقرأ على روحك. علاش؟ على خاطر بدنك كان يعرفهم مليح، كان يهاجم فيهم، لكن توا استنفذ قواه مع الكورونا وضعف شوية. عايشكم، ما خافوش، خافوا العزيز علينا، نستحضر على رواحنا، على صغيراتنا، نبعدوا على البوس والدز واللز، قدرة ربي لباس.